راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الجمعة الموافق 15 شهر تيزع سنة 2023. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. قصف في أمدرمان وشرق النيل يخلف قتلى وجرحى، والدعم السري والجيش يتبادلان الاتهامات. إدانة دولية ومحلية واسعة للقصف الجوي على مدينة نيالا، وهيئة محامي دارفور تؤكد شروعها في التحقيق والتقصي. ردود فعل واسعة في السودان إذا استقالت فولكر، وقوات الدعم السري تستعيد السيطرة على مدينة مروابة من شمال كردفان. استمرار تكدس آلاف العالقين في وادي حلفة وسط ظروف إنسانية سيئة، و11 دولة تدين تصاعد العنف الجنسي في السودان. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تواصلت المعارك بين الجيش والدعم السري يوم الخميس في أجزاء من أمدرمان وشرق النيل، فيما شهدت الخرطوم هدوءا نسبيا. وكشف مواطنون لراديو دبنجا أن مقتل شخص وإصابة سبع آخرين بإصابات حرجة، بجانب إصابة العشرات بإصابات طفيفة جراء سقوط غزائف في الثورة الحارة 53 بومدرمان، وتسبب القصف في نزوح عدد من سكان الحي. وفي الأثناء تواصل القصف على أجزاء من شرق النيل، وكشف شهود عيان عن سقوط غزائف في أجزاء من جبل أولياء يوم الأربعاء، وأدت لمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين. وأضاف في هذا الخصوص: حتى أنا موجود في الأثري والله، حتى أنا اليوم طبعا اتجاه شرق النيل في اشتباك كان رايح الساعة 9 بالليل، ونحن أجواءنا كويسة والله، لكن اليوم ما في أي حاجة. الأصوات بتاعت المدرات كانت امبارح، اليوم ما في، فاليوم والله الصوت نهائي ما في. اتهمت قوات الدعم السري الجيش بالقصف الجوي لعدد من الأحياء السكنية والأسواق بمنطقة شرق النيل يوم الخميس، مما أدى لمقتل 35 شخصا من بينهم نساء وأطفال في سوق الغنم بحلة كوكو، فيما نفى الناطق الرسمي باسم الجيش قصف الطيران الحربي لمناطق مدنية، متهما الدعم السري بالسعي لإلصاق التهم بالجيش. وقالت في بيان إن القصف الجوي على سوق الغنم بحلة كوكو هو الثاني من نوعه خلال أسبوع، حيث تسبب القصف على المنطقة يوم الثلاثاء الماضي في مقتل 20 شخصا. وصف عبد الباقي جبريل المدافع عن حقوق الإنسان ومدير مركز دارفور للأمن والتوثيق العقوبات الأمريكية وقصف الأهداف المدنية بالطيران الحربي في الخرطوم ونيالا بالسلوك الإجرامي وتندرج ضمن سياسة الأرض المحروقة، وقال إنها تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقال لراديو دبنجا إن ما جرى في الجنينة استهداف لقبيلة المساليت وبقية سكان الجنينة، وإن الاعتداء جرى مجموعات تعرف نفسها بأنها عربية. وأضاف في هذا الخصوص: أنا شاهده من قصف بالطائرات للطائرات الحربية طبعا للمناطق المأهولة بالسكان المناطق المدنية، هو لا شك جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، لا شك في ذلك، يعني لأن الاستهداف هنا استهداف عام شامل كامل، وشفنا النتيجة أنه عدد ضخم جدا من المدنيين لا يد لهم في ما يجري من قتال، تم قتلهم بصورة بشعة. قالت هيئة محامي دارفور إنها ستشرع في التحقيق حول الجرائم المرتكبة بواسطة طرفي الحرب قوات الدعم السري والجيش بمدينة نيالا، مجددة مطالبتها أطراف الحرب بوقفها فورا. وأوضحت الهيئة في بيان إنها تتقصى حول معلومات بشأن الحصيل الأولية لضحايا القصف الجوي يوم الأربعاء بمدينة نيالا. وأكدت الهيئة إن الجرائم المنسوبة لقوات الدعم السري في نيالا تشمل إجلاء المواطنين من منازلهم قسرا، والتمركز فيها، وحالات الاغتصاب والتحرش وسرقة المنازل، والاستيلاء على مقتنيات المارة واحتجاز المواطنين. وقالت الهيئة إن الجرائم المنسوبة للجيش تشمل القصف الجوي، وأكدت إن الجرائم المشتركة بين قوات الدعم السري والجيش بمدينة نيالا تشمل القصف بالدانات والمدافع. أدانت لجنة تسيير نقابة المحامين مواصلة طرفي النزاع التعدي على المدنيين الأبرياء، مشيرة إلى وقوع مجازر
في شرق النيل بالحاج يوسف وأحلة كوكو بجانب ما جرى في نيال يوم الأربعاء، وطالبت في بيان طرفي النزاع بوقف نزيف الدم وتحكيم صوت الحكم والعقل والعودة للتفاوض لوقف الحرب حتى لا نفقد الوطن. قالت الولايات المتحدة إنها تشعر بالقلق إثناء الزيادة الأخيرة في الهجمات الجوية والمدفعية الأشعاعية في ولايات الخرطوم وجنوب دارفور وجنوب كردفان، والتي أسفرت أن مقتل أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، وأكد إنها ستواصل دعم محاسبة مرتكبي الفظائع في السودان. وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن قلقها إذا مقتل 43 شخصا في غارة جوية شنها الجيش على جنوب الخرطوم الأحد الماضي. من جانبها قالت كليمنتاين تكوين السلامي منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان إن القتل المستمر للمدنيين في الخرطوم ونيال والفاشر وغيرها من المناطق يؤكد أن أطراف النزاع لا تحترم التعهدات. عدد قوات الدعم السريع لبسط سيطرتها على مدينة الغوابة ولاية شمال كردفان يوم الأربعاء بعد انسحاب الجيش منها إلى تندلتي. وقالت مصادر لراديو دبنغا إن المدينة تشهد فوضى عارمة وعمليات نهب واسعة النطاق وإرهاب المواطنين، وذلك عقب عودة قوات الدعم السريع إليها. وكشفت المصادر أن تحطيم أغلب المحلات التجارية في السوق الجنوبي في المدينة ونهبها، وأشارت المصادر إلى إغلاق الأسواق والتزام أغلب المواطنين منازلهم خوفا من الاعتداء عليهم، كما أشارت إلى نداءات بواسطة الدعم السريع عبر مكبرات الصوت نهار الخميس تدعو المواطنين للعودة إلى عملهم وفتح العيادات والأسواق. أثارت استقالة رئيس بعثة اليونان تامس فولكر من منصبه وقبولها بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة ردود فعل واسعة في السودان. وقال عبد الباقي جبريل المدافع عن حقوق الإنسان ومدير مركز دارفور للعون والتوثيق لراديو دبنغا إن استقالة فولكر كانت متوقعة بسبب عدم تعاون السلطات مع البعثة وعرقلت أملها بصورة غير مبررة. وأعرب عبد الباقي جبريل أن أسفه على مقادرته لموقعه مبينا أن ذلك سيترك فراقا كبيرا. وأضاف في هذا الخصوص هو تقدم يعني باستقالته من منصبه بعد أن قدم آخر خطاب له مجلس الأمن في نيويورك. وبالنسبة له يعني هذا يعني موقف كان متوقع وشيء كان طبيعي، لأن المسؤولين الأمميين يعني بهذا الحجم بهذا المستوى لا يمكن أن يعملوا في أي دولة إذا لم يكن هناك تعاون ورغبة حقيقية صادقة من السلطات. أشاد خالد عمر يوسف القيادي في الحرية والتغيير بدور فولكر بيترس خلال فترة عمله رئيسا لبعثة اليوناتامس، وبين أنه قاد عمل البعثة في أوقات متقلبة مر بها السودان. وقال في تدوينه على تويتر أن فولكر عمل بعد انقلاب 25 أكتوبر على دعم خيار الحلول السلمية لاسترداد المسار الديمقراطي، وأشار لجهوده من أجل احتواء الحرب الحالية منذ ساعة اندلاعها. رحب المجلس الأعلى لنظارات البيجو والعموديات المستقلة وتنسيقية كيانات شرق السودان باستقالة المبعوث الأممي فولكر بيترس. وقال طه فكي المتحدث باسم المجلس في بيان إن استقالة فولكر خطوة تصب في مصلحة الوطن والشرق. من جانبه شكر رئيس مؤتمر البيجو المعارض أسامة سعيد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المستقيل على جهوده لمساعدة السودان من أجل استعادة الانتقال الديمقراطي. قال عبد الباقي جبريل المدافع عن حقوق الإنسان ومدير مركز دارفور للأمن والتوثيق إن العقوبات الأمريكية في مواجهة عبد الرحيم دوغلو وعبد الرحمن جمعة أحادية وتأثيرها محدود. وأكد لراديو دبنغا إن العقوبات في مواجهة قادة الدعم السريع مرتبطة بما جرى في الجنينة ومقتل والي غرب دارفور، وعرض عن تمنياته في أن تحذو بقية دول العالم هذوه وتتخذ قرارات مشابهة لإيقاف ما يجري من أجل حماية حقوق الإنسان في السودان. وأضاف في هذا الخصوص هذه العقوبات هي يمكن مرتبطة بما تم في الجنينة وكذلك اقتيال الحاكم السابق خميس بكر الله الرحمة، لكن تبقى هذه الإجراءات إجراءات أحادية حقيقة اتخذت الولايات المتحدة كدولة منفردة، ستكون التأثير بتاعها محدود، ولكن نتمنى أن تحزو بقية دول العالم كذلك اتخاذ قرارات مشابهة ممكن تساعد في إيقاف ما يجري من عنف في السودان.
يتواصل تكدس آلاف العالقين في معبر حلفة بالولاية الشمالية للشهر الخامس في انتظار استلام التأشيرات من القنصلية المصرية للعبور إلى مصر فرارا من الحرب. وقال المحامي عمرو كمال لراديو دبنجا إنه مكث 4.5 أشهر في حلفة ولم يتمكن من الحصول على التأشيرة حتى الآن. وقال إن عدد العالقين في حلفة يتراوح بين 15 إلى 20 ألف، بما يفوق سكان المدينة، ويتوزعون في 50 مركزا للإيواء انشأتها لجنة الطوارئ من سكان حلفة لإيواء العالقين. وأكد إن العالقين تكدسون داخل المراكز لأن الأعداد تفوق طاقتها الاستيعابية، وأشار إلى شح شديد في مياه الشرب في المدينة. وأضاف في هذا الخصوص: المشكلة بعدها مشكلة إنه الأعداد أكبر من القدرة بتاعت المراكز ذات نفسها، فحصل تكدس كبير جدا والخدمات ما بتتقدم بشكل كويس، يعني بالذات مشكلة الموية، يعني في مشكلة كبيرة جدا في حلفة بتاعت موية حتى للأهالي والسكان هنا يعني. ودخلت المنظمات الموجودة الدولية، وكالة الأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية الثانية التابعة لدول. ونبه المحامي عمرو كمال إلى تدخلات محدودة من المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة، خاصة في مجالي الصحة والغذاء، مشيرا إلى ضعف الخدمات الصحية وعدم توفر الأدوية والاختصاصيين. وقال المحامي عمرو كمال إن المساعدات الغذائية انقطعت منذ أكثر من شهر، مما أدى إلى تفاقم معاناة العالقين، وتوقع تفاقم المعاناة خلال الفترة المقبلة مع حلول فصل الشتاء. وأشار إلى أن الأمراض بدأت في الظهور، وتوقع تزايد عدد العالقين بعد بدء استخراج الجوازات. وأضاف في هذا الخصوص: الأعداد اللي بتخش السفارة أعداد بسيطة جدا، أو القنصلية بتخش أعداد بسيطة جدا خلال اليوم، وإضافة كانت لأنه في تعقيدات إدارية ذاتها في ترتيب القوائم ودخول الناس وكذا وبتاع، والقصة دي زادت زيادة شديدة جدا، والأعداد بتاعت الناس بيجد فرصة في إنها تسلم جوازاتها بتاخد لها شهرين 3 شهور. قال حامد علي نور الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني السوداني إن الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع كانت متوقعة، مؤكدا ضرورة أن تعمل منظمات المجتمع المدني من أجل إيقافها. وأكد في مقابلة مع راديو دبنجا إن الوضع الحالي في السودان في ظل استمرار الحرب شاذ وغير سليم، مشيرا إلى تحركات واسعة من القوى الحزبية لإيقافها. وأضاف في هذا الخصوص: بتتضاعف مسؤولياتها، لأنه في ظروف الحرب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الآن إحنا فيها، بنتكلم عن هذه المنظمات اللي عندها مسؤولية أدبية وأخلاقية تجاه مواطنيها، وإن يعيشوا في حرية وفي سلام، وإنه يقاوموا أي نوع من التسلط بتاع إذا السلطة كانت دكتاتورية وما إلى ذلك. أدانت 11 من الدول الأعضاء في مجلس الأمن بأشد العبارات الممكنة الزيادة المثيرة للقلق في استخدام العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس خلال الأعمال الإعدائية المستمرة، داعية إلى الوقوف الفوري للعنف. وأشارت الدول في بيان، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، إلى تقارير بشأن حالات الاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي والاختطاف والتحرش الجنسي طوال فترة النزاع، وطالبت بالتحقيق ومحاسبة الجناة وتحسين حماية النساء والفتيات وإنصافهن. الخبر الأخير في النشرة: كشفت مصادر صحية عن إقلاق مركز عبد السلام لعلاج مرض السكري في الفاشر يوم الخميس بسبب نقص المعدات اللازمة لإجراء العمليات الصغيرة لمرض السكري بالمدينة، بينما قتل المهندس محمد آدم حسن صباح الخميس جراء إصابته بإطلاق نار. وأعلنت إدارة المركز في تصريح عن التوقف عن العمل إلى حين مد المركز بالمعدات. من جهة أخرى، كشفت مصادر طبية أن شح الأكسجين بالمرافق الصحية بولايات دارفور، حيث بدأ في النفاذ من بعض المستشفيات الحكومية والخاصة. أعزائي المستمعين، ختاما تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.